سؤال آخر يقول صاحبه أكرمه الله في الدنيا وفي الآخرة: اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. زوجة لم تطلق طلاقا شرعيا، هل يحق لزوجها إلزامها بالطاعة؟ وإن رفضت هل تعد ناشزا؟ وما حكمها إن كنا في بلد لا نستطيع تطبيق هذه الأحكام؟ أما طاعة الزوجة لزوجها في غير معصية وفي غير ما يترتب عليها ضرر إذا أطاعته، لا شك أن هذا من الواجبات. فالمرأة إذا أطاعت زوجها وصلت فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها يقال لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. وقد قسم القرآن الكريم النساء إلى قسمين، إلى صالحات وناشزات، فقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قانتات أي مطيعات لله ثم لأزواجهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فقسم النساء إلى طائعات وإلى ناشزات. فهذه مبادئ مقررة لا ينبغي أن يختلف فيها ولا أن يختلف عليها، لكن عندما نطبق هذه المبادئ على وقائع بأعيانها نحتاج بطبيعة الحال إلى الاستماع من كلا الطرفين. لا ينبغي أن تستخدم الفتوى كأنها سيف يصول به أحد المتنازعين على الآخر، لأن هذه المرأة التي يقول زوجها إنها عصت وإنها أبت وإنها نشزت قد يكون قد أوقع عليها من المضار وأوقع عليها من الإيذاء والإساءات ما عجزت عن استيعابه وما نفد معه صبرها. نحتاج أن نسمع من هذا الطرف ومن ذاك، ثم نقول لصاحب السؤال: غفر الله لنا وله. للحياة الزوجية طريقان لا ثالث لهما، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا عجزنا عن الإمساك بمعروف فلا ينبغي أن نعجز عن التسريح بإحسان. بين يدي التسريح بإحسان التحكيم الذي قصه الله علينا في كتابه الكريم في سورة النساء: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهذه خطوات ينبغي أن تتبع في محاولة لرأب صدع الحياة الزوجية والحيلولة بين بنيانها وبين السقوط، فلا أقر لأعين الشياطين من خراب البيوت العامرة وتقويضها وتدميرها على رؤوس من فيها. فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن حبيبنا أكرمك الله في الدنيا وفي الآخرة، إذا كنت في بلد لا تستطيع أن تقيم فيه إلزام الزوجة بالطاعة فما جدوى السؤال؟ ليس أمامك إما أن تسعى أن تمسك بمعروف أو أن تسعى أن تسرح بإحسان، وبين يدي التسريح بإحسان التحكيم. أما أن يكون السؤال لمجرد الدردشة وتسجيل الأوقات واستهلاك أوقات المفتين، فأرجو أن تصون وقتنا وأن تصون وقتك، عافانا الله وإياك من ذلك، بارك الله فيك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين، اللهم آمين. استخدام الفوائد الربوية في المساهمة في بناء المساجد. من كانت عنده فوائد ربوية، أولا ينصح بالتوبة من الربا، وأن يقال له إن استدامتك للربا لا يكفره أن تتخلص من بعض رباك بتوزيعه إلى المساجد. إنك عندما تستديم الربا تستديم الحرب مع الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم
فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فينبغي يا رعاك الله أن تقف حيث أوقفك الله ورسوله. وكان ابن عباس يقول: يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب. واعلم أن الربا لم يبح في شريعة قط، لا في اليهودية ولا في المسيحية ولا في الإسلام. وقد قال تعالى عن بني إسرائيل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. حتى قال أحد آباء الكنيسة: إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة ولا يستحقون التكفين عند الممات. فالأمر جد خطير. لكن السؤال: من تاب من الربا ماذا يفعل في أمواله؟ يتخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة ومن بينها المساجد. والمسجد عندما يأخذ هذا المال يكون هذا المال لا علاقة له بأصله، لأن المال الذي حرم لكسبه تتعلق حرمته بمن اكتسبه لا بمن انتقل إليه. والدليل على هذا: النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وقد علم أنهم يأكلون الربا ويأخذون الرشوة ويستحلون أكل أموال الناس بالباطل، لكن لا علاقة له بمصدر أموالهم. العلاقة والمساءلة والتكليف يبدأ من تاريخ انتقال هذا المال إلينا. هل انتقل إلينا بعقد مشروع؟ إذا انتقل إلينا بعقد مشروع فمسؤولية مصدره وأصله تناط بمن اكتسبه أول مرة، فلا حرج أننا نستقبل أموال الفوائد ممن تورط فيها، وننصحه بالتوبة وننصحه بالمبادرة إلى الخروج من هذا الإثم الغليظ، وأن استدامته للبقاء على هذا الإثم لا يكفرها أن يدفع جزءا من هذا المال إلى المساجد أو إلى المصارف العامة. بارك الله فيكم.